السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف لو احنا عايزين نعمل تحليل لللايتنج للإنارة في برنامج الريفت. هندخل على الدور اللي احنا عايزينه، هنبدأ نقول له اعمل تحليل لللايتنج، وهو اوتوماتيك هيبدأ يعمل لنا حاجة خاصة بأناليسيس اللايتنج. فبقول له لايتنج، فلو في حاجة اتحلت قبل كده بيديني الاختيارات، هل انت عايز تستخدم الإعداد دي ولا نقول له ران نيو ويبدأ هو يسألني الأسئلة. وفي عندي بعض الإعداد سيتنج اهيت خاصة بالأوفررايت، لو أنت عندك حاجة عايز تبقى هي الأصل وتمشي عليها، ده الماكسيمم. لو في أي إنارة أعلى من كده ما تظهر ليش، 6000 يعني مبالغ فيها. سيف، هقول له جو، بدأ يظهر عندي أناليسيس إنسايت. بيقول لي الأناليسيس اللي أنت عايزها، في عندي ديلايت فاكتور، وفي عندي حاجات خاصة بالليد، وفي حاجة خاصة بالإنارة. كل الحاجات دي ممكن نشوفها، في حاجات خاصة بالسولار، كل الحاجات دي موجودة مع البرنامج. انت عايز كل الليفلات ولا الليفل واحد بس اللي انت عايزه؟ وبعد كده اللوكيشن، مهم جدا ان احنا نحدد المكان بتاعنا. تمام، ده السكاي موديل بتاعك، وده الوقت التاريخ اللي انت عايزه، هل انت عايز يعني يوم واحد ولا انت عايز فترة معينة. فممكن نبدأ مثلا نقول له احنا عايزين لحد مثلا شهر كذا، وعايزها من شهر 7. ده فعلا المشكلة اللي انا بحلها، بس مش على المبنى دوت، على المبنى تاني. اللوكيشن طبعا بتدخل على مانج وبتعدل اللوكيشن بتاعك، وهنا انت عايز يجيب لك اقل رقم كام واقصى رقم كام، هو عاملها من 300 ل 3000 لوكسز. تمام، هنا بيقصد بيها الارتفاع كام انش من على سطح الفلور. الريزوليوشن لو انت اخترت 72 هتبقى المربعات هتبقى كبيرة بس مش هتبقى دقيقة، ال 12 دي هتكون أدق. تمام، تشيك برايس بيبدأ يشوف هيكلفك قد ايه كريدت. تمام، زيرو كريدت خلاص. كريدت معناها ان انت مثلا عندك حساب على اوتوديسك، هو بيحسب بيقول لي هو ده ابلوتد، ما تقفلش المشروع لحد ما يجيلك رسالة ان هو خلص ويبدأ يديك الداتا اللي انت عايزها. سيف على الكلاود، ماشي. ظهر عندي بالشكل دوت. وعمل لي هو واحدة ليفل 1 وواحدة لليفل 2. طيب انا عايز اغير الشكل دوت، ممكن تعمل سيلكت كده. تمام، واقول له اديت ستايل. انا مش غير معلومات، بس ممكن اغير طريقة العرض. مثلا هنا مثلا لايت اناليسيس ريزولت، وهنا ممكن اقول له طب وريني الجريد لاين وريني خطوط الكونتور، وهنا السمك بتاع الخط، وهنا الكالر. ممكن لو انت عايز تعدل الالوان، يعني الماكسيموم ممكن تخلي حاجه غير اليولو، ممكن تخليها احمر مثلا وهكذا. الليجن تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز، ممكن تقول له وريني النيم، وريني الديسكريبشن، الجزء ده. يبقى كده الاناره اللي داخله هنا اقل شويه، هنا اقل خالص، الاصفر ده اغلى حاجه. طبعا تقدر تعمل اكثر من تحليل، يعني ممكن تقول له انا عايز اعمل نيو اناليسيس جو، وتقول له انا عايز اعمل حاجه خاصه مثلا بالليد او اي حاجه من الاختيارات الموجوده. مثلا هقول له مثلا اعمل لي حاجه خاصه بديلايت فاكتور وكل الليفلات، وهقول له من 2 ل 20%، واقول له تشيك برايس، ماشي، مش هيكلف حاجة خلاص. مش صغير يعني، مش مستاهل. بقولك ان هو ايه، ثواني وهيبدأ يظهر النتيجة بالشكل دوت. هعمل برضو علامة هنا وادخل على edit style واشوف ايه ممكن، لو انت عايز تغير الالوان او تغير الليجنت.
خلي بالك هنا برضو بيعمل لك الاسكادول. الليفلات، النيم، النمبر، الاريا قد ايه. عايز عايز تخليها تظهر معاك في الدايلايت ولا لأ؟ ممكن تقول له نيو، وممكن تختار اي حاجه من الحاجات اللي فاتت. لو انت عدلت حاجه في المبنى وعايز تشوف التأثير بتاعها هيبقى عامل ازاي، ممكن هنا تختار مثلا الليد، مثلا الاصدار الرابع او سولار اكسس، يبدأ يعمل لك تحليل للسولار انس. هياخد 1 كريدت، مش خسارة، مش مشكلة. بالشكل دوت طبعا تقدر تيجي تعمل edit style. خلي بالك هو فيه ارتفاع، احنا اتكلمنا عن الارتفاع دوت قبل كده.